ساعتك بتعمل دراسات بتبين ان انت تقدر تفصل ايه، انت بتفصل ازاي وتعمل. احنا بنراجع الكلام ده اللي حصل وبنراجع على اللي بنقول ونشوف الامور. عشان الازمه يا فندم النهارده مصر حست ان كان في شتات. أيوة. يعني ايه تعالى حضرتك في شبكه قوميه وفي محطات وفي ناس بتتحكم في الكهرباء. انا مع سيادتك يعني حاسس ان في شتشده. انا مع حضرتك 100%، لكن ارجع اقول لحضرتك برضو انه دي ده بيحدث استثنائي جدا، وبقول لك ما حصلش قبل كده يمكن غير في التسعينات. وبقى لسه ده حاجه برضو لازم تبقى حضرتك عارف، والعالم كله بيحصل فيه حاجات بالشكل ده. يعني مش ما فيش، لان بيحصل بلاك اوت في اماكن مختلفه، وبرضو بتاخد شويه وقت عبال ما ترجع التيار كل الكلام ده. يعني هو فكره ان الموضوع بدا يتحل في خلال ساعات، دي حاجه كويسه جدا. ان احنا يعني احنا في السابق كنا ممكن البيروقراطيات قعدنا فترات طويله، انما ده كويس ان حصل تحسن في خلال الساعات الاولانيه كمان بالذات. دي حاجه كويسه جدا. بس برضه في تساؤل عند المواطن يا فندم، بيقول ان هو ايه فكره ازاي يبقى في اللي هو يعني مش عارف اقول ايه، زي تقطيع الجمهوريه ما تبقاش كلها فجاه حصل فيها شط. افندم سيادتك بتعتمد في الجمهوريه، وده اي حد في العالم بيحصل فيها، بتعتمد على شبكه موحده. صحيح. الشبكه الموحده بتربط الدوله كلها ببعضها، بدليل ان سيادتك بتاخد كهرباء هنا ممكن تكون جايه لك من اسوان. لو انا فصل ديت عن ديت معناه ان السد العالي واصبحت ما بيوصلش كهرباء هنا. والتصميمات الخاصه بالشبكات هي بتعتمد على ان الشبكات الموحده، الفلسفه بتاعتنا وفلسفه العالم كله. طب انما مفيش كل بقى فصلت هنا طبعا، المفروض تبقى فيه التنظيم، لازم في تحكم يا فندم. يعني اقصد مثلا ايه، مظبوط لو حصل هنا شوت المفروض ان انا هقفل. مظبوط كلام حضرتك صح 100%. ما هو طبعا وكان المفروض يحصل الكلام ده. صحيح. وانه ما حصلش كلام ده متحقق في هذا السبب. صحيح. مرة في ناس بترجع يا فندم برضه لقصه اللي حصل ده، لفكره ان تهالك الشبكه نتيجه عدم الصيانه الفتره اللي فاتت، لانها شغاله بكل طاقتها بكل احمالها، فما اقدرش ان انا اخرج مناطق كبيره عشان اعمل لها صيانه. والله يا فندم برضه جزء كبير من الامر ده يعود الى حضرتك بتقوله، واحنا المفروض انه الخطه الوزاره انها بتتوسع في قدرات الكهرباء، قدرات توليد الكهرباء والتوسع الكبير في الشبكه، وادخال مراكز تحكم بطريقه افضل من الموجود حاليا واكثر تطورا. طاقتنا ما زالت حتى الان في حدود ال 27000 ميجا، في حين ان احنا محتاجين حوالي 33000. ففي حوالي 5. لا مش مظبوط الكلام، مش مظبوط. لا الكلام ده مش مظبوط. ده الحد الاقصى اللي حصل ده حوالي 27000، احنا عندنا قدرات مركبه حوالي 31000. المفروض يكون عندنا حاجات اكتر كمان ان شاء الله، لان احنا بنعيد المنظومه بحيث يبقى المسمى مزيج الطاقه يبقى مظبوط، ما تعتمدش على مصدر واحد بس للطاقه، زي بحيث ان لما حصل في مشكله في هذا المصدر وحصل قله في الاتاحيه بتاعه تاثرنا تاثر كبير. لكن لو كنت انت عند حضرتك او وقود مختلف من حاجات مختلفه كثيره كانت الازمه كانت اقل بكده. كفايه انا عارف.